أمير براز، رجعت لكم بفيديو جديد وتحدي جديد، والتحدي اليوم هو تحدي الوجبة البحرية. مثل ما تشوفون وجبة عملاقة من المأكولات البحرية. طبعا خلوني أعرفكم قبل لا أدخل بالتحدي شنو عندي اليوم هنا. مثل ما تشوفون صحن عملاق من الروبيان وجراد البحر والمحار، هذا أول شيء. هنا عندي طبعا المأكولات البحرية على طريقة الكنتاكي، اللي هو الحبار المقرمش والروبيان المقرمش والسمك المقرمش. هنا عندي هذا الزوري المقرمش مقلب الدهن، وهنا السوشي الياباني، هذا السوشي هم راح أجربه اليوم. وهنا طبعا مشكل يعني سلطة مع المأكولات البحرية، بيها محار وسلطعون وروبيان ويمكن أخطبوط ما أعرف. وهنا أنا عندي سمكه مشويه مال بيت انا شويتها، عندي شيبس بالروبيان وبالمأكولات البحريه، وبيتزا بالمأكولات البحريه. مثل ما جاي تشوفون طبعا الوجبه جبتها كلها بالمأكولات البحريه، هاي البيتزا بعدها حاره. اليوم الوجبه طبعا التحدي كله بحري، كله بطعم البحر وبملوحه البحر يا ابطال. اندومي او نودلز بالمأكولات البحرية، هذا عندي اخطبوط مقطع ويا الصلصة مالته فد شيء اشبه بالخيال، وهنا المحار حميسة المحار فد شيء خيالي، وهاي عندي هنا طبعا راح ابلش بها يا ابطال امير براز. بسم الله، واو تفضلوا بعدها حارة، سمكة من اروع ما يكون. واو واو، جبت كمية من الصاص، طبعا ما ذكرتهن انواع الصاصات، صاص الكاري، صاص هذا خاص بالمأكولات البحرية. شجعوني يا ابطال شجعوني حتى افوز بهذا التحدي. الطعم يفوق الخيال. هذا المحار، واو واو، المحار اريد له صاص الكاري، هذا صاص الكاري. هاي السالفه ما تصرف مال الصاصات، عندي هنا طوس حتى اخلص. شوفوا يا ابطال، محارة ويا صاص الكاري، واو فد شي رهيب. وينهم عشاق المأكولات البحرية؟ كتبوا لي يا ابطال بالتعليقات، منو بيكم يحب المأكولات البحرية؟ وهذا الروبيان اكلتي المفضلة طبعا، الروبيان مثل ما جاي تشوفون روبيانة خيالية. ضغطها بصاص الكاري. شوفوا يا ابطال امير براز كمية اللحم البي، حسبالك روبيانة بس كبيرة، بس هو مو روبيان، هذا جراد البحر طبعا، طعمه خيالي بعد احلى من الروبيان، ويا صاص الكاري. يعني صاص الكاري اختصاص للمأكولات البحرية، واو واو. يعني مات الجماعة اللي ما يحبون الروبيان، جربوا والله ما راح تخسرون صدقوني. انتوا ما مجربينه، ما اعرف يعني من شكله ما ادري شنو،
اكو هواي ما ياكلونه، انصحكم تجربونه. تفضلوا. اوكي، نحول على السمك المقرمش. وهذا السمك على طريقة الكنتاكي. وراح اجرب البيتزا. فتشي راقي مكسب، صاير مثل الشبس. فتشي خيالي طبعا. ملوحتها رهيبة. هذا محار بالفلفل، حار سبايسي. اندومي، اندومي بالمأكولات البحرية يا ابطال. فتشي راقي يفوتكم. عندي قوطيتين اندومي. هذا روبيان مقرمش مثل ما جاي تشوفون ببطنها روبيانه. سوشي. شوف هذا الصاص وشلون خالينه. انا جبته هالشكل للتجربة، هذا مو ضمن التحدي، لان يعني بحياتي ما ماكل السوشي انا. فاذا طعمه مثلا ما عجبني او مثلا نفسي ما تقبلته بعد اعذروني. لا بأس بي. هذا علي سمسم، سوشي بالسمسم. هو يا جراد البحر، ما ألذ طعمك. هلا هلا هلا. هذا التحدي يعتبر منيو كامل بس من المحيط الأطلسي. الأكل البحري يعطش وراح يخلص عندي البيبسي. آه.
اوه ماي جاد. ها وجبة كبيرة انفينيتي احس بيها ما لها نهاية. كم هير ام جونا ايت يو. اكتبوا لي التحديات اللي تريدون اسوي لكم اياها يا ابطال بالتعليقات. كملت 90% من التحدي يا ابطال وباقي لي 10% بس وبعد ما اقدر. انتهيت. صعد عند الضغط بس استمر وما استسلم. الاملاح قوية واخيرا مثل ما شفتوا يا ابطال امير ابراز قدرت افوز بهذا التحدي الصعب والعملاق والعنيف. طبعا اكلت الوجبه العملاقه من المأكولات البحريه بمعدل 25000 سعره حراريه. تحدي كان كلش صعب مثل ما شفتوا. نسبه الاملاح عاليه، نسبه البروتين كلش نسبه البروتين كلش عاليه. الفائز بالمسابقه راح اعلن عن اسمه بالفيديو الجاي. سووا لي مشاركات لهذا الفيديو، اللي ما مشترك يشترك ويفعل الجرس. التقيكم بالتحدي الجاي والفيديو الجاي وتحدي اصعب وعقاب اصعب. مع السلامه.